لكن أخ جان، ربما لدينا هذه المقولة التي تقول أن الجهاد والقتال معمول به فقط أثناء الحرب، ومتى وضعت الحرب أوزارها يتوقف القتال في سبيل الله. يأتي السؤال، هل الحرب في الإسلام يمكن أن تتوقف وتكون لها نهاية؟ شكرا أخت نوال لهذا السؤال. فعلا هذا السؤال يطرح كثيرا، يعني يقولون بأن آيات القتال في الإسلام هي فقط مختصة عندما تحدث الحرب. عندما تحدث الحرب فالمسلم يستطيع أن يضرب الرقاب ويضرب منهم كل بنان، يأسر، يسبي، يغتصب، يحرق، يقتل، يفعل ما يشاء، ولكن هذا في غضوض في حدود الحرب فقط. ومتى انتهت الحرب؟ يعني ومتى وضعت الحرب أوزارها بحسب التعبير القرآني، وضعت الحرب أوزارها، يتوقف القتال، يتوقف الجهاد، ويعيش المسلم عيشة مسالمة مع جيرانه ومع كل الناس حوله. للأسف الشديد طبعا هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. صحيح أن القرآن يقول كما جاء في سورة محمد عندما يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فقالوا البعض قال إنه أنا أستطيع أن أضرب الرقاب ولكن حتى تضع الحرب أوزارها. هذا غير صحيح. إذا ما رجعنا التفاسير، حتى هذا تفسير ابن كثير تفسيرا لسورة محمد آية 4، حتى تضع الحرب أوزارها، ما معناها؟ وقوله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد وهذا من كبار المفسرين من أهل السلف، كان تلميذ ابن عباس، يقول حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني الحرب في الإسلام ستستمر حتى يأتي عيسى وينزل، يعني في نهاية الأيام، إلى أن يقول وكأنه أخذه من قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. يعني الحرب في الإسلام ستستمر إلى يوم القيامة. كما جاء سأله، جاء في حديث قال إنه أخبرهم إنه أتى رسول الله فقال إني سبيت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال. شخص جاء لمحمد رسول الإسلام قال أنا فلت الخيل ووضعت السلاح والحرب وضعت أوزارها، ماذا كان رد رسول الإسلام؟ فقال له النبي الآن جاء القتال، الآن جاء القتال. لا تظن أنه بمجرد بانتهاء حرب أو معركة أن الجهاد في الإسلام سيتوقف، لا، قال الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، إلى أن يقول والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني إلى يوم القيامة خيل المسلمين جاهزة. الخيل هي يعني تدل على الحرب، مركبات الخيل اللي هي الحرب، مركبات الحرب هي جاهزة إلى يوم القتال، إلى يوم القيامة، والحرب في الإسلام ستستمر حتى نزول عيسى ابن مريم، بمعنى إنها ستستمر إلى إلى يوم القيامة، إلى النهاية ستستمر الحرب في الإسلام. لا يوجد هناك هدنة، هناك هدن سيقوم بها المسلمين، لكن لا يعني إن الحرب في الإسلام ستتوقف أو ما يقال حتى تضع الحرب أوزارها. حال الحرب ستضع أوزارها في الإسلام حتى لا يبقى على ظهر الأرض غير مسلم. يعني إذا كانت هناك قرية في الكرة الأرضية لم تؤمن بعد بإله الإسلام، فالمسلمين مأمورون أن يهجموا على تلك القرية ويفرضوا عليها الإسلام بالحرب والسيف. هذا هو تعليم الإسلام، وهذه هي آيات القرآن، وهذه هي مفسرون القرآن. نحتاج أن يظهر على الشاشة ويتصل الأحباء المسلمين ويعطونا آيات قرآنية أخيرة جاءت في الأنفال أو جاءت في التوبة في الصورة الأخيرة تأمر المسلم بأن لا يقاتل الناس وأن يتوقف عن القتال. هذا يعني مثل ما يقول حظا طيبا إن وجدوا مثل هذه الآيات. نحتاج أن يتصل شيوخ المسلمين ويوضحوا هذه الأمور، يخبرونا هل القتال في الإسلام هجومي ودائم وإلى الأبد وإلى يوم القيامة، أم هو مجرد كما يشيعونه في الغرب أنه مجرد دفاع عن النفس. أخ جون،